اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحقيقة إحنا في العشر الأواخر وأجمل أيام في رمضان وعتق من النار وشهر خير وأيام خير وبركة. دايماً بنقول يا رب استجيب دعوتنا، يا رب أكون جبرت في خاطر حد، يا رب أكون أسعدت يتيم أو مسكين أو فقير، أو أنا كل أملي في الدنيا اللي أنت ترضى عني. عشان كده النهاردة هنتكلم عن العشر الأواخر واستجابة الدعاء فيها والزكاة وكل الخير اللي ممكن نعمله قبل ما رمضان ما يسيبنا ويودعنا، شهر الرحمة والخير والمحبة، مع شيخنا الجليل الدكتور محمد العربي عضو مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المركزية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك مشرفنا ومنورنا دايما. أهلا وسهلا بكم وبسادة المشاهدين والمشاهدات. دايما في ناس بتقول أنا بطلع زكاتي من السنة للسنة في رمضان، رمضان شهر خير أساسي بالنسبة لي، لكن في ناس تانية بتقول أنا زكاة مالي هأجلها شوية عشان احتجت الفلوس دي في أساسيات الحياة. هل ده يجوز ولا ممكن اللي هو يطلعها في يعني عن سنين فاتت؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام، ولذلك وجدنا يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنكر جملة من الناس أنكروا هذا الركن الأساسي وهذا الفرض، فقاتلهم سيدنا أبو بكر الصديق لأنهم أنكروا هذا الفرض الأساسي وهذا ركن الأصيل من أركان الإسلام. وكان في السبب الذي قاله لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عليه أنني سأقاتل من فرق بين الصلاة وبين الزكاة لأنهما صنوان، حتى أن الله في القرآن عندما يمتدح المؤمنين يمتدحهم بصفات كثيرة ومنها يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فقه الزكاة يأتي لا لأن يقلل من مال الإنسان، بل ليزيد من مالك ويزيد من عطائك ويزيد من إسعادك للناس ويزيد من قضائك لحوائج الناس ويزيد من جبرك لخواطر الناس. أيضا فقه الزكاة يأتي لتطهير النفس ولتطهير المال ولإسعاد المجتمع كله، حتى أن الآية الصريحة من جملة 27 آية تتحدث عن الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. صحيح. يعني قد يسأل سائل، يعني هنا يتحدث الله عن الصدقة، لكن يعني دلالة الكلمة القرآنية أن الكلمة توضع في سياقها ويفهم وتفهم الكلمة من خلال سياقها. طيب في يعني ناس بتقول أنا مش عارفة الصدقة من الزكاة، يعني إمتى طلع الزكاة وإمتى تصدق، ولا الصدقة دي في أي وقت ممكن أطلعها؟ الزكاة تجب على المال الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب. يبقى مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. النصاب اللي هو ايه؟ النصاب اللي هو المقدار اللي انا اطلع بناء عليه الزكاة عندما يصل المال هذا الحد او هذا المقدار. يعني عندما يصل المال ما قيمته 85 جرام من الذهب بطلع عليه الزكاة بتاعته اللي هي ربع العشر 2.5%. الحول حوالان الحول من التحول ومن تتابع الأيام، الحول 12 شهر هجري، سنة هجرية، سنة قمرية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، والأربعة الحرم لا تكون في السنة الميلادية بل تكون في السنة الهجرية فقط. يبقى إذن الحول من التحول ومن تتابع الأيام بعضها ببعض، النصاب بلوغ المقدار، والمال لابد أن يكون في ملكي. يعني ازاي هطلع زكاة مال وانا لا املك هذا المال؟ طيب انا يعني عايزه اطلع الزكاة وخلاص الفلوس بتاعتي موجوده، بس جالي حاجه ضروري او قسط معين لازم ادفعه، اعمل ايه؟ فقه الاولويات، احنا نتكلم هنا عن فقه الاولويات. المال بتاعي انا وجب فيه الزكاة، والزكاة 2.5%، وميعاد الزكاة موعد الزكاة في رمضان زي ما حضرتك سألتي في بداية السؤال. يبقى اذا انا بطلع الزكاة بتاعتي مع قدوم أول يوم من أيام رمضان. طيب عندنا فقه النوازل، ساعة الابتلاء وساعة النوازل، يجب علي أن أعجل الزكاة، أعجلها بشهر أو بشهرين أو بعام أو عامين. سيدنا العباس بن عبد المطلب أخرج زكاة مال لعامين مقبلين في عامه هذا، يعني مثلا بيطلع سنة 2020 زكاة سنتين 2021 و2022. ده فقه النوازل وفقه التضامن وفقه قضاء الحوائج وفقه يعني الوقوف مع هذه الفئات التي يعني لا تجد مصدر دخل ثابت أو مستقر لها. طيب بالنسبة لي
حال الحول وجب إخراج الزكاة من المال وعلي قسطها أطلع، لا أطلع الزكاة بتاعتي. الزكاة حق الله، صحيح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يتحدث في آيتين: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. طيب، ربنا سبحانه وتعالى لما يقول كلمة حق يبقى هنا بيتكلم عن الزكاة. صحيح. الحق هو الزكاة، لكن الصدقات زيادة على الحق، زيادة على الأصل، كالنافلة بالنسبة للصلاة. يبقى هنا الصدقة تأتي زيادة على الزكاة، والنافلة تأتي زيادة على الصلاة. أنا في ناس بشوفهم أي فلوس بتجيلهم في الدنيا وبيطلعوا جزء، بيطلعوا جزء من أي فلوس بتجيلهم في صدقات. يعني ممكن لو جالهم مثلا 100 جنيه يطلعوا منهم 20-30 جنيه، ويقول لك أصل ربنا عز وجل بيقول أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. ف يعني سبحان الله، حتى الصدقات بنلاقي معظمهم من الفقراء، يعني صدقات من الفقراء مش من الأغنياء. هو احنا عندنا الصدقة ثقافة، والصدقة عقيدة، والصدقة ثقة، والصدقة يقين، والصدقة توكل على الله. ناس بيطلعوا من المرتب بتاعهم كل شهر بيقول لا ده في حاجة صدقة. وحتى من الحاجات اللي عجبتني كان واحد بيتكلم يعني بعد ما خد المرتب بتاعه بيوزعه، بيقول البيت له كذا، والمصاريف كذا، ولأبيه كذا، ولأمه كذا. فبيسأله بيقوله طب هو مش أبوك وأمك يعني توفي إلى رحمة الله؟ قال إنني أجعل لهما صدقة كل شهر. وبتخيل حضرتك، يعني هو بيعمل صدقة شهرية لنفسه، وبيعمل صدقة شهرية لأبيه ولأمه. فإحنا عاوزين برضو نعلم نفسنا نعمل صدقة شهرية وصدقة يومية لينا ولأبائنا ولأمهاتنا، لأن هي الباقية. الحديث يعني يقول ابن آدم مالي مالي، يعني بعتقد الإنسان أنه يعني هو هيذهب بأمواله إلى القبر، الفلوس بتاعته دي هياخدها معاه. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. فبعض الناس لا يدرك هذه الحقيقة ولا يدرك هذه القيمة. السعادة الحقيقية مش في اكتناز المال، السعادة الحقيقية في بذل المال لمساعدة فقير، مساعدة محتاج، مساعدة مريض، مساعدة يتيم، مساعدة أرملة، مساعدة عامل فقد عمله، مساعدة مريض. هذه هي السعادة الحقيقية. صحيح. لأنه لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال سرور تدخله على قلب امرئ مسلم. صحيح. القيمة المعنوية قد تسبق القيمة المادية. القيمة المعنوية بالبسمة. ربنا سبحانه وتعالى يعني في الإنفاق يعني نهانا عن أن نبطل النفقة والصدقة بالمن والأذى. الذين لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. يعني ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، يعني لا يمتن، لا يتعالى، لا يتكبر، لا يسب، لا يشتم. يعني ممكن أدي واحد صدقة وأشتمه، طب ما الفائدة؟ أنا أبطلت الصدقة. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا يعني نتصدق بالمودة وبالمحبة وبالكلمة الطيبة. بس في حاجة تانية، لساعات المتصدق بيتصدق ويحس اللي هو في أنا اللي بتصدق، يعني الشيطان بينزغ إلى قلبه اللي هو اللي بيتصدق، مش ربنا رزقه فبيتصدق. فإزاي يقدر اللي هو يشيل نزغ الشيطان من قلبه؟ نعم، هو يجب على الإنسان أن يعلم أن المال مال الله، وأنك مستخلف في المال. ربنا أعطاك المال وقد يأخذ منك هذا المال. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الشاهد والله يقبض ويبسط، يعني ربنا هيديلك النهاردة ولو لم تحسن هيتخذ منك. صحيح. وإحنا عندنا قصص كثير في التاريخ وفي التراث حتى قبل الإسلام. الإنسان الجواد الكريم المحسن اللي بيحسن في ماله ربنا بيديله أضعاف أضعافه. صحيح. كل ما بينفق نفقة ربنا يديله أضعافها. والإنسان اللي بيبخل بماله ربنا بيأخذ منه كل المال. صحيح. يأخذ منه كل المال لأنه لم يحسن التجارة مع الله. القضية كلها التجارة مع الله. حضرتك لو تأملت في الإنفاق في القرآن بتلاقي الإنفاق مقرون بسبيل الله، في سبيل الله. عندنا في سبيل الله إحنا 65 آية، في سبيل الله 65 آية، 63 آية منها الإنفاق والجهاد والهجرة. الإنفاق والجهاد والهجرة في سبيل الله. ربنا بيجزي العطاء لهؤلاء الأصناف الثلاثة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهتلاقي الجهاد مضاعفة الله ثواب المجاهدين والمهاجرين
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. يبقى ربنا يضاعف لهم الثواب والأجر ويصفهم بصدق العمل وصدق القول وصدق العطاء. طيب انا هاخد من كلام حضرتك، قلت لي اللي فيه يعني احلى حاجه ممكن اعملها سرور ادخلها على قلب مسلم. طيب جمعيه البر والتقوى عامله مثلث من احلى الحاجات اللي سمعتها، اساسيات الحياه فيه اكل وشرب وستر، مثلث الخير، اطعام طعام وسقي ماء وبناء الاسقف، ستر مسلم. فيعني دي من اساسيات الحياه اللي اي حد بيتمناها. ففي حد يقول لا، طب ما انا ممكن اتصدق بالفلوس، اطعام طعام، ما هو الناس بقى لبعضها مش عارف اللي دي اساسيات حياه، ممكن واحد يموت بعيد قوي هو ما يعرفوش عشان هو ما طلعش زكاته او صدقته. مثلث الخير، احنا عاوزين لما نتكلم عن جمعيه البر والتقوى نتكلم عن مثلث الخير. صحيح. صنواني متلازمان لا ينفكان. وكل منهما يدل على صاحبه. لما تقول جمعيه البر والتقوى يعني مثلث الخير، لما تقول مثلث الخير يعني جمعيه البر والتقوى. مثلث الخير قائم على آبار المياه، سقيا المياه. سقيا المياه ليه بقى؟ أعظم صدقة تقدمها لنفسك ولمن تحب الماء. صحيح. إحنا حاليا لما نيجي نفطر بنفطر على إيه؟ على الماء. يعني الصائم حتى أن الله قد جعل يعني في الحديث يعني جعل ثواب إفطار الصائم على مذقة لبن أو شربة ماء. تخيل حضرتك شربة ماء ديك بها ثواب إفطار صائم. وأفضل يعني صدقة تقدمها على الإطلاق سقي الماء. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقات قال سقي الماء. سقي الماء فيه يعني شفاء للمريض، سقي الماء فيه دفع للهم، سقي الماء فيه سعادة. يعني أنا مجرد ما أشوف المية كده أنا بشعر بالسعادة. لا، وفي حاجة تانية، إحنا كمان في العشر الأواخر وفي ناس كتير بتقول أنا ما لحقتش يعني أستغفر ربنا عن ذنوب أنا عملتها. فدايما كانوا الصالحين زمان يقولوا للناس عايز تعمل حاجه ربنا يغفر لك بيه الذنوب اعمل بيه ميه يكون بس في يوم حر او ناس عطشانه قوي. نعم. ليه بقى؟ ده حديث ايما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامه. ما شاء الله. بنقول للناس ان الجو دلوقتي سخن، عاوزين نعمل صدقه، يبقى افضل صدقه علينا بالميه. صحيح. يبقى افضل ما نقدمه علينا بالميه. يبقى الضلع الاول من اضلاع مثلث الخير في جمعيه البر والتقوى ابار المياه. يبقى زينة الجنة جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى أساس خلق الإنسان وجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى أساس خلق الدواب والله خلق كل دابة من ماء. يبقى لما أسقي إنسان شربة مية لي ثواب، لما يشرب حيوان من هذا الماء له ثواب، في كل ذات كبد رطبة أجر. نيجي بعد كده على الضلع الثاني اللي هو تسقيف البيوت. أصل الحياة لن تستقيم يعني بالماء فقط، لكن احنا عندنا يعني أساسيات تانية، مش هقول رفاهيات. وكمان يعني أمنا أمهاتنا ربنا يعني يبارك في عمرهم جميعا، ممكن تبقى ما عندهاش سقف بيت يغطيها. في ناس بتقعد على كحاجة شبه الكنبة وعليها بطانية بس أو ما عليهاش حاجة. ما احنا عاوزين نتعلم بقى فقه الأولويات، فقه الأولويات بيعلمنا إزاي نستغني عن الرفاهيات، إزاي أعلم نفسي، أعلم أولادي لا رفاهيات دية بالنسبة لناس تانية أساسيات. صحيح. فتسقيف البيوت أصبح من الأساسيات، مبدأ يعني إزاي يشعر بالأمان في الشتاء والصيف، إزاي أستر مسلم ومسلمة وإنسانة، لأنه إحنا بنتعامل مع الإنسانية. صحيح. قضية الإنسانية قضية أساسية. صحيح. نتعامل مع الإنسانية، إزاي أستر إنسان، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يعني لما أساهم في تسقيف بيت جمعية البر والتقوى من خلال يعني حياة كريمة، مبادرة حياة كريمة، بتساهم في يعني تسخيف وبناء كثير من البيوت في كثير من محافظات الجمهوريه. بس كده انتوا بتدخل لهم ميه، واللي محتاج اطعام طعام بتوصلوا له الاكل لغايه بيته كل الضلع الثالث. اطعام الطعام بقى الضلع الثالث. ليه بقى اطعام الطعام؟ احنا عندنا المياه والتسخيف والاطعام، وهو الانسان يعني الاساس الحياه اللي هو الماء والطعام والستر. بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، لم يعني نخلق لنأكل، وإنما نأكل لنعيش، يعني لا نعيش لنأكل وإنما نأكل لنعيش. والله يعني أجزل العطاء لمطعم الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لما لخصوا الإسلام كله، واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما الإسلام، قال إفشاء السلام وإطعام الطعام. تخيل حضرتك اللي بيقدم الطعام في بيته لا يضام ولا يرى سوءا ولا يرى ذلا ولا يرى ضيما
ولا يرى بلاء ولا ابتلاء إلا إذا كان يعني من قبيل يعني من قبيل اللي هو إيه التصفية والتخلية والتحلية. اللي بيقدم الطعام للناس في الطرقات وفي الشوارع، اللي بيقدم الطعام إفطار للصائمين، اللي بيقدم الطعام يعني من قبيل الصدقات الجارية. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي. نعم. فيعني لما أنا بعمل شنطة الخير وبطعم طعام ده أنا بفطر عيلة أو يمكن عيلتين تلاتة. نعم. حضرتك تابعتي معانا بالنسبه للمثلث الثالث وجمعيه البر والتقوى، وكانت يعني مشروع الاطعام ومشروع يعني صحيح. قائم ومشروع يعني جاري نحسب ثوابه نحتسب ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. لانه كما قلت يعني والله اي انسان يعني بيفتح بيته للطعام ويضيف الناس محبوب من الناس محبوب من الله، انسان كريم، انسان لا يذكر الا بخير، يعني حتى لما يتكلموا كده في مجالس الصالحين يقول لك والله فلان ده فتح بيته للنهار، فلان ده باب بيته لا يغلق، فلان من اهل الخير من اهل الكرم. حاتم الطائي، تخيل حضرتك احنا بنتكلم عن حاتم الطائي، حاتم الطائي ده عاش قبل الاسلام بحوالي 100 سنه، يعني احنا من 1550 سنه كان فيه واحد اسمه حاتم الطائي كريم جواد، بنتكلم عنه ليه دلوقتي؟ عشان هو كان كريم صحيح. وكان جواد، فاحنا صحيح. محتاجين يعني صحيح. ان احنا نداوم على هذه الاعمال، مش رمضان بس، نستغل هذه الايام الباقيه من رمضان، الست ايام او الخمس ايام الباقيه من رمضان، نحاول نعمل في كل يوم صدقه قدر المستطاع، لانه قد توافق فيها ليله عظيمه ليله القدر. نعلم نفسنا، لانه العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. انا لما كل يوم اطلع صدقه بعد رمضان هفضل اطلع كل يوم صدقه صحيح، واعلم اولادي يطلعوا صدقات واعلم اخواني واهلي واحبابي، يسود مبدا التصدق في المجتمع صحيح. فبالتالي لا نجد وان شاء الله لن نجد يعني فقيرا او محتاجا او سائلا. اللهم امين. هو من احسن الحاجات في موضوع الابار اللي كل يوم انا برسم ابتسامه على وش طفل او ارمله او ست عاديه او امي. ففعلا حفر الابار من اكتر الحاجات اللي ممكن تبقى صدقات جاريه، يعني انا ممكن ما تصدقش شهر بس انا تصدقت كل يوم. فالناس بس بتقول حفر الابار انا هطعم طعام، دي احسن حاجه قالها سيدنا النبي، بس حفر الابار ده شيء كبير، ده سقيا ماء زي ما كان بيعمل عيده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يوم حجه الوداع شوفي فضل الماء، فضل الماء وسقيا المياه. يقول النبي لقومه عائلته بني عبد المطلب انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس لنزعت معكم. بيعلمهم السقايه، سقايه الحجيج، سقايه الحجيج دي شرف ليس بعده شرف صحيح. يعني السقايه لبني هاشم، عارفين ان احنا سقايه الحجيج الى الان في نسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدي شرف ليس بعده شرف. الناس اللي بيقدمون شربه ماء، الناس اللي بيعملوا سبل في الطرقات، الناس اللي هم بيعملوا وصلات مياه، الناس اللي هم بيعملوا ابار مياه. وانا بكون سعيد جدا لما حد بيكلمني وبيسالني عن المشروع الضلع الاول من اضلاع مثلث الخير اللي هو ابار المياه، ازاي الجمعيه بتحاول انها تكون حلقه وصل بين المساهمين في مشروع ابار المياه وايضا بين الناس اللي هي محتاجه الميه. احنا عندنا اماكن كثيره محتاجه المياه، سواء في الصعيد او في الوادي او في الاسماعيليه او كثير من المحافظات اللي احنا بنركز عليها مجهوداتنا، لا يجدون قطرة ماء. حضرتك بتقولي الناس دول لما بيشوفوا المية بيكونوا سعداء، لا احنا بنكون سعداء صحيح، والمتصدق بيكون اكثر سعادة، سعادتهم رزق صحيح. نعم، لانه لما سألوا سيدنا الشيخ الشعراوي واحد سأله قال له كيف لي ان اعرف انني من اهل الدنيا ام من اهل الاخرة؟ قال له اذا دخل عليك رجلان، واحد ليأخذ منك والثاني ليعطيك، فان فرحت بمن يأخذ منك فانت من اهل الاخرة، وإن فرحت بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا. فإحنا عاوزين بقى نشوف اللي يوصلونا للجنة، اللي يوصلونا للسعادة، اللي يوصلونا لرضوان الله، اللي يوصلونا لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كلمنا عن هذه الفضائل والمثل العليا. إذا نكون بإذن الله من أهل الفضل، ونكون من أهل الإنفاق الذين امتدحهم الله في 300 آية في القرآن يا رب. اللهم أمين. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا على كفالة اليتيم، لو أنا كفلت يتيم من لنا كل يوم أو في سنين حياته قبل يعني ما يبقى عنده سن معين، اللي أنا كل يوم بعمل له إطعام طعام وعملت له بيه مية، أبقى جزائي اللي أنا بكون جنب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ يا سؤال طيب جدا، وسؤال فعلا إحنا محتاجينه.
لأنه إهمال اليتيم في مجتمع ده نذير على هذا المجتمع، ويعني كأن ربنا بيقول لنا لو ضاع اليتيم بيننا سوف يضيع المجتمع بأسرة. ربنا اتكلم عن اليتيم وعن حقوق اليتيم في 23 آية في القرآن. النبي اليتيم بالمناسبة بين الأنبياء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وعد كافل اليتامى بصحبته في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة. بل المرأة التي تقعد على أيتامها الصغار أطفالها الصغار تسابق النبي دخول الجنة. الوحدة الزوجة التي يموت زوجها وتربي أولادها اليتامى تسابق النبي دخول الجنة. في الحديث أنا أول من يدخل الجنة إلا أني أجد امرأة تبادرني أي تسابقني، فأقول من أنت وما لك؟ فتقول أنا امرأة قعدت على أيتام لي أربيهم. يبقى إذن تكلم ربنا عن 10 حقوق للأيتام، عظم من حق وأجر كافل اليتيم وصحبة كافل اليتيم للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أعظم صحبة وأعظم عطاء. وربنا بيعلمنا أيضا أنه مراعاة هذه الفئات بتكسب الإنسان يعني حسن طباع وحسن سلوك. لما واحد شكى إلى النبي سوء طباعه هو قاسي في الطبع، يعني قال له أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. يبقى إذن إطعام وكفالة يتيم، أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. الإنسان مش عاوزين نعيش في أبراج عاجية، مش عاوزين ننسى الفقراء، مش عاوزين ننسى المساكين في هذه الأيام، عاوزين نمد يد العون والمعونة ونؤكد لهم أن رسالتنا رسالة الجمعية، ورسالتنا كأشخاص، ورسالتنا كأفراد في الإنسانية. صحيح. أننا لن نتخلى عن أي إنسان محتاج أو فقير أو يشكو ألما أو يشكو داء أو يحتاج إلى أي شيء، يعني بإذن الله نحاول قدر المستطاع أن نوفره له، لأن كما قلت الإنسانية لن تتحقق إلا إذا تضامن أبناؤها وتضامن أفرادها، والله هو الذي حسن على ذلك. فالإنسانية سابقة على الديانات. صحيح. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وللعلم أستاذة الكريمة ربنا تكلم عن الإنفاق في 300 آية وتكلم عن الإنسانية الناس في 300 آية أيضا. طيب احنا بنتكلم على الانسانيه وبنتكلم على مثلث الخير اللي فيه سقي ماء واطعام طعام والتسقيه. طب انا عارفين اللي جزاء الاحسان احسان. طب انا عملت سقيت ميه واطعمت طعام وجبرت بخاطر يتيم وارمله وادخلت السرور على مسلم، ده احسان؟ انا جزائي عند ربنا ايه من الاحسان ده؟ لا، هو جزاء الاحسان، هل جزاء الاحسان الى الاحسان ده بين الناس. يعني لما واحد يعاملني معاملة كويسة أنا هعمله معاملة كويسة، لكن جزائي أنا عند ربنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يبقى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان في معاملات الناس بين بعضهم البعض. لكن أنا بالنسبة للجزاء الذي أنتظره من قبل المولى سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة دخول رؤية المولى سبحانه وتعالى. ليه الإحسان؟ حضرتك قلت باب عظيم. الإحسان لأن الإحسان والمحسن محبب إلى الله، يعني ربنا بيقول لنا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. المحسن في معية الله، المحسن المتصدق المنفق لا يضام ولا يحزن. المحسن ربنا سبحانه وتعالى جعله مع المتقين في آية واحدة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يبقى إذن المحسن ربنا بيفتح لي أبواب الخير، بيفتح لي أبواب الصدقات. كان لسه حد بيكلمني امبارح وأحسبه على خير ولا أزكي على الله شيئا أو أحدا، بيقول لي والله أنا لما حد بيكلمني بيقول لي أنا عاوز حاجة أنا بقول له أنت فينك من زمان، أنا اللي مستنيك. ما شاء الله. بقول لي أنا اللي مستنيك. ما شاء الله. لأني أبواب تفتح لي ما كنت أعتقدها أن تفتح. أفتكر اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رزق المؤمن اللي حد يخبط على بيته. نعم نعم. القضية الثقة في التعامل، أنا بتعامل مع مين؟ صحيح. وأنا أتعامل مع الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يبقى هنا أنا أتعامل مع الله. يبقى أتعامل مع الله بثقة إنه هيعوضني
إني أنا هكون في معيته، إني أنا سوف أظل بظل صدقتي، المرء في ظل صدقته يوم القيامة، إني أنا من المظللين بظل الله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة، يعني رجل وامرأة يعني تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هتصدق لأني أنا خايف من يوم الفزع الأكبر، يوم الفزع الأعظم. هتصدق لأني بسعد إنسان وربنا يسعدني. أتصدق لأنني أنتظر يوما وهو يوم خروج روح من جسد الإنسان، وأسأل الله لي حسن الختام. أتصدق حتى تدفع الصدقة البلاء. أتصدق حتى لا أجد عاقا من بين أولادي. أتصدق لأذهب الشقاق بيني وبين زوجتي. أتصدق لأذهب النزاعات بيني وبين إخوتي، وهكذا. يعني أنا نفسي ربنا يكبر بخاطري، أو يستجيب لدعايا، أو يحفظ أولادي لو حصل لي حاجة، أو حتى في الدنيا ويزود البركة في حياتي، أنا أتصدق؟ نعم، الصدقة يعني أنا بشكو بقى، يعني الدعاء والإطالة في الدعاء محببة. يعني ربنا إحنا عندنا 13 سؤال في القرآن، السؤال الوحيد اللي ما فيهوش واسطة بين الله وبين الناس اللي هو الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طيب يبقى إذن يجب علينا الدعاء، ونطيل في الدعاء، ونلح على الله في الدعاء، ونلح على الله في الدعاء، يعني نكثر من الدعاء. طيب إذا لم تتحقق كلمات الدعاء، أنا بدعي ولا يتحقق الدعاء، إذا لم يتحقق خيرا أردته وطلبته من الله، فإن الله يدخره لك يوم القيامة، أو يدفع عنك به سوءا في الدنيا. صحيح. يبقى ما تقولش ليه ربنا، يعني ليه ربنا لا يستجيب لدعائي، الله يدخر لك الخير يوم القيامة، ولا تقلل من هذا الأجر. يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل اللي قالوا لك احنا بنحبك يوم القيامة يتخلوا عنك، كل اللي قالوا لك احنا مستنينك وعاوزين نشوفك وانت فين ما بتسألش علينا ليه، هم اللي مش هيسألوا عليك يوم القيامة. صحيح. لن يسأل عنك ولن يقف معك إلا عملك، لا يدخل معك قبرك إلا عملك، تتخلى عنك مسؤولياتك ومناصبك وأولادك وأموالك، ولن يدخل معك القبر إلا عملك، هو المؤنس في وحشتك، وهو الملقن لك في حجتك، وهو المثبت لك عند سؤال الملكين إياك. ربنا يثبتنا جميعا يا رب، ويجمعنا في الجنة إن شاء الله جميعا. أمين يا رب العالمين. بشكرك شكرا جزيلا. كان معنا شيخنا الجليل دكتور محمد العربي، عضو مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية المركزية. وبشكر كل أهل الخير وكل الناس اللي بيحبوا ربنا عز وجل عن فعل الخير وجبر الخاطر، ويا رب يا رب يرزقنا جميعا الجنة ورضاه، ونتجمع كلنا عند حوض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيدينا في إيدين بعض علشان نكمل المشوار. إيديكم في إيدينا هنكمل المشوار. إيديكم في إيدينا علشان نكمل المشوار. إيدينا في إيدين بعض هنكمل المشوار.